احلى فنجال قهوه لاحلى اب الدنيا. يا هلا والله ابو عامر سمي جده. اللي على طاري جدي، وش كان وضعه؟ وش كان وضعه؟ وضعه يشرف وانا ابوك. جدك راعي فزعه. جدك يعني مقدام. جدك عنده حكمه. اهله كلهم وجماعته يحبونه لانه راعي فزعه. وبعدين لا تنسى ذهين يفهمها ويطايره. وابيك وانا ابوك تصير مثله. يا اخي شوف سوارز، يا اخي عنده سوارز ده، ليش ما يناولنا؟ طيب العب يا اخي، قسم بالله العظيم يقهرون. ما راح يجي. برضه قدامك شوف، راح يجي قايل لك من اول. انا يوه شوفها الحين هذا شو يسوي؟ ابي اعرف انا. يا عيال من حركة الحكم برشلونة بيفوز وبالغش. يا رجال اسكت انت. كيف حسبها غش؟ مين بهدف هذا؟ اي والله صح يا ود، كيف عرفت؟ الموضوع وراثه، صعب اشرح له. وديني يا محلا دقة الشامة، أتحداك الشنطة البطلة، أتحداك يا شيخ. من بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات، شارع عريض وجنوبه كنا سباق الراليات. الشنطة يا ولد، يا الحبيب وين؟ لحول ابو سند يدق، وش اقول للحين؟ اقول له الشنطة معنا وجايينك في الطريق. هلا والله بالزعيم ابو سند. الشنطة استلمتوها؟ الشنطة؟ الشنطة مع سعيد. أقصد مع سعد. أقصد الشنطة معنا طال عمرك، وكنا جايينك في الطريق. لا تتأخرون، عجلوا علي. أبشر طال عمرك، أبشر. الله إنه رايح فيه. يا رجال إنه ملحمين فيه، ما يمديه ينحاش يا ولد. هلا يحس بنا هو من يجيب. عيني عليه يا ولد. افتح عيونك، طلع طلع ورجعوا للطور. وقف وقف، اي وقف 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 على جنب. الشنطه الشنطه. اسكت يا رجال، فرصتنا. يلا انزل قط الشنطة بسرعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. يا ولد يا ولد ساعدني، خذ خذ الولد، خذه. لا إله إلا الله، امسك انزل. لا إله إلا الله، اركب 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 اركب. لا إله إلا الله، بسرعة بسرعة، افتح الباب بسرعة بسرعة بسرعة.
يا تلحق ما تلحق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خله خله خله. يلا انزل انزل انت، الله يرحم والديك. انزل انت يا ولد. اقول انزل يا ولد تعبان، اخلص علينا. يلا اخلص. ايش ترابر انت؟ انزل. طيب طيب استعجل بسرعه. طيب يا ابن الحلال. طيب استعجل. لو سمحت. سم اثباتك. اثباتي؟ ابشر والله ما معي اثبات ولا خوف. ما معك اثبات؟ نعم. تقول لي كيف صار الحادث؟ والله صار الحادث وانا اخوك جيت على ما قال ما دور هذه، سبحان الله، فحصلت الحادث، حصلت الولد الله يشفيه ان شاء الله. ما معك اثبات وما تعرف مين متسبب في الحادث وشايل الولد بطريقه غلط تسببت في اعاقته. الله يشفيه، الله يشفيه. كل شيء ضدك وانا مضطر اخذك على الحجز. الله يبيض وجهك. ما سويت شيء يا ابن الحلال، هو اللي قال لي يا اخي. اهلا بالزعيم ابو سند. اي زعيم ويا ابو سند؟ هبلتوه بي انتم. انتم انتم صاحيين؟ الشنطه وين؟ موجوده موجوده. وين موجوده؟ مع العيال. والعيال وين؟ في المطعم. اي مطعم؟ المطعم اللي هناك، وانا تارك الشنطه معهم جايك. شوف تكتيك، الشنطه معهم وانا جاي. طيب احنا نروح نجيب. لا يا طال عمرك، مو موجودين في المطعم ذا. المطعم ذا كل بعيد مره. اسمعني زين، اسمعني زين، معك ساعتين والله لما جبتها لا انهيك نهي. وش ذا يا ولد؟ شكلها حريقة. اوف 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 اوف. وش عندك؟ لا بس احسب البيت حقكم محترق. مو بحريق بالحلال، هذا شوي. تشوي؟ شكل الشوي حقكم البطل. وانت شكلك جيعان. ايه جيعان. ايش دراك؟ انا عاز فيك. عادي ادخل اكل. تفضل يا لب قلبك، تفضل. اركد فديتك الشوي البطل. وبعدين وش الحل؟ الادمي هذا من امس مسرقع فينا ومهبل فينا. وش السوات يا ولد؟ هل هل هل. ها عطني دقيقتي. هنزل لك سريع واجيب لك الشنطة ولا نفهم. هيا اطمن يا ذيبان. ان شاء الله. يلا انا خشم. أشغلنا مقفلين سيارته. ننتظر أمر الله من ساعة، مصيره بيطلع يا ولد. الله يشغلها في نفسه، كان أشغلنا. ممتاز ممتاز ما شاء الله. تصدق دقت شوي واجد، بس مثل ذا ما قد دقت. بالعافية بالعافية بالعافية. الله يعافيك. شكلك طالع على جدك فشوي. كيف؟
شعرك بجدي؟ ها؟ شعرك بجدي؟ والله ما اعرفه، بس الموضوع موضوع ذهانة، صعب اشرح لك. ايه كل كل ذهانة ها؟ كل كل يوم انت هنا؟ اي والله كل يوم، الله يحييك كل يوم. كفو كفو. يا ولد احرق اعصابي جنني، يا ولد اشغلني اشغل حياتي، وش نسوي اذا طول؟ يا ولد ما بدهاش، انزل فجر ام القزاز وخذ شنطتنا وخلنا نسر يا ولد. تلقاها؟ اي اسحرها دقايق اجاك. حرامي حرامي وقف وقف حرامي وقف وقف وقف. وش السالفة يا ولد؟ ما سويت شيء يا ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش أقول الحين؟ وش أقول؟ والله إنك بصيرك. هلا والله يا زعيم. وين الشنطة يا مسعود؟ موجودة طال عمرك، بس اني بنشرت يعني اصلح الكفر واجيك. وشلون بنشرت؟ انا اسمع السيارة تمشي. كانت مبنشرة وتأخرت وحبيت نعطيك التفاصيل كاملة ومعك واضح. اسمعني زين، والله لو يصير الشنطة شيء وما تجيني اني لعنت في راسك، لا انت ولا الكدش اللي معك. بسرعة الشنطه لازم تجي لازم تجي، والله ما اخليه، والله لو تطير السحاب اني وراك وراك، لو تدخل بيتك بدخل وراك. أبوك يا التعب، هالحين وش سالفة الشنطة اللي بلشنا فيها؟ خلنا أروح أريح ولنا عودة. السلام عليكم. لا تلف وتدور. الشنطة وين؟ الشنطة الشنطة بتجي هالحين طال عمرك، بتجي هالحين. أبو سند أنت قايل إنك بترسل رجال أكفاء ومحترفين ويخلصوا لي هالموضوع ذا في ساعة، صح ولا لا؟ صح طال عمرك صح، بس صار عليهم ظرف، بغى يصير عليهم حادث في الدائري، بس الله استر عليهم وسلم. جعل ما يسلم منه محد. أنا أهم شيء عندي الشنطة الآن. الشنطة لو يصير فيها شيء أبنهيك، وأنت عارفني عارفني زين يا ابو سند. دق عليهم دق عليهم. ابشر طال عمرك. ما في ابشر، دق عليهم الان ان شاء الله. الان اتصل الان. الو مسعود، وين الشنطه؟ اها يعني حطيتها في المكتب. طيب طيب الخبل ودها للمكتب. ودها أنا بروح أجيبها الحين. مرة ثانية عمليات من هالنوع لا ترسل زي هالأغبياء. رح الله لا يهينك وسوها بنفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ أبشر طبعا أبشر. تعال تعال تعال، إيش اللي فاتك ذا؟ رصيفر لقيته في الملحق. غبي انت، الحين مو عاجبك الفلوس والذهب اللي مخلينه ذا كله؟ هذا ما حيجيب لك ولا 50 ريال. ذبها ذبها ذبها. يلا 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 بسرعه. يلا يلا يلا. ها
هلا بريحتها لي، هلا بكل إلي، هلا بالوالدة الغالية سم يا مريني. يما الثلاجة خربت وكل الأكل اللي بداخلها خاص، أبيك تسحبها للحوش وبكرة من الصبح توديها الصيانة وبس. بس أبشر بعزس ما طلبت شيء. أبا جزها ليها يما، روحي ريحي. ما تبي أساعدك؟ تسلمي ما تقصري. يعطيك العافية. أوف أبوك الريحة. بسم الله. يما يما الثلاجة خلصت. وشلون؟ الموضوع يبي له شوية حكمة وذهانة من الأخير وراثة. وراثة؟ والله ما أرد من أبوك إلا جدك. إيه طال عمرك، سرقوا الذهب كله ما خلونا ولا شيء. عمرك ترسلونا دورية بسرعة تكفى بسرعة. الله بطل كان وش السالفة؟ ما سويت شيء يا جماعة. أجل كذا الموضوع الزبدة. أنا عطيتك مواصفات سيارته وعنوانه، بس انتبه لا تكون الضحية الرابعة، ترى الولد ذهين وخطير. عاد انت شايف وش صار فيني انا والعيال، انا قلت اللي عندي وانت حر. بدري عليه، والله اجيبه لو من تحت الارض. يا الحبيب. هلا والله. راح الوليد اللي هذا بيته وينه؟ قصدك عامر جارنا؟ اي هو. هذا ما يروح بعيد، اذا ما لقيته في البيت تلقاه في الاستراحه. استراحه؟ وين الاستراحه حقته ذي؟ شارع 30 يجيك الدوار الاول خذه، يجيك الدوار الثاني يمين تلقى الاستراحه على اليسار. شكرا. العفو. أتحداك يا مهزوم. واي يا عيال كفته قال من ايش؟ من غدا. لا مو باي غدا، بيجيب سمك. يلا يجي سمك يا ابو تلاتة. ويا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة. كيف اروح ما معي سياره؟ هذا نظامك تصريف. خذ الهلي يلا وخله ينوع مشوي ومقلي. يلا اتحداك. تعال 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 خلنا نزق. ايش تبي برشلونه؟ اريك دون لف ودوران. وين الشنطة؟ معها. أقول استلكاعك هذا واللف مو علي على غيري. تجيب الشنطة ولا فرم كنا فرم. يعني بتخوفني؟ استنى 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 يا أخي استنى يا أستنى أخي أخي أستنى يا أخي. سلامات سلامات كفتة، وش فيك؟ إيش القصة يا أبو أهرج؟ جاني واحد ما تقرب مني وسيارته نزل وقال لي في هذه الشنطة اللي معك وضربني. الشنطة؟ بعدين ايش صار؟ اجوا ناس وفرعوا فيها الله يجزاهم خير وبلغوا على الراجل وسلموا الشرطة. هاي ايه اجل هو راعي الشنطة.
وينك ادور عليك؟ جاي يطق خوينا كفته علشان الشنطه، وانا ادوره من زمان علشان اسلمه له. ممكن تعطيني الشنطه هذه؟ الموضوع امانه. حط الشنطه هنا. ملزم. ايش رايك يعني؟ حط الشنطه هنا. سم. هلا بالعيال. هلا. شو السالفة؟ اركض بديتي. احنا شباب.